نوريا. هلا يسعد صباحك. صباح النور. زيك. اهلا وسهلا فيك تفضلي. يا مرحبا. اهلا وسهلا فيك فاطمه. كنا عم نحكي عن محكمة اليوم الواحد، قديش هذا الموضوع حلو كتير، إنجاز كبير، وقديه وفر يمكن ضغط تعب وجهد على باقي المحاكم. نعم، أول شيء محكمة اليوم الواحد طبعاً إحنا اضطر القانون الإماراتي إنه هو يدخلها طبعاً بسبب التكنولوجيا الحين اللي حاصلة في وعصر السرعة طبعاً، فنحن لازم نكون نحن نواكب العصر هذا، فما يصير يعني مثلاً إن نحن خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة يعني تحب تسهل على الأفراد سواء مقيمين أو زائرين، تسهل عليهم الإجراءات وتستقطبهم، بالعكس تحببهم في القانون بدل ما انهم مثلا تقول لهم مثلا تصعب عليهم ولا انها تخلي الاجراءات طويله. فاستحدثت دوله الامارات العربيه المتحده اللي هو نظام محكمه اليوم الواحد والامر الجزائي، وطبعا اعتمد ذلك في 2017، اعتمدها مجلس الوزراء برئاسه الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، دخلوا محكمه اليوم الواحد والأمر الجزائي، وطبعا يكون الحكم فيها في يوم واحد فقط تصدر الأحكام في القضايا، وكذلك بكفاءة عالية، مش إنه بس لأن الوقت قصير مثلا يوم واحد فإنه مثلا ممكن يستهينوا في القضية مثلا. لا لا لا، طبعا تحصل المتهم المجني عليه يحصل حقوقه، أو الشخص المدعي عليه المدعي يحصل على حقوقه في خلال يوم واحد، ولكن بكفاءة عالية مثل ما أنا ذكرت لكم. نعم. طب فاطمة في البداية كنت عايزة أسألك بمناسبة محكمة اليوم الواحد، إيه القضايا الأشهر في المحكمة دي، أو إيه القضايا، أنواع القضايا الموجودة اللي بتعالجها بالذات اللي بتحتاج بس يوم واحد للنطق بالحكم فيها؟ نعم، هناك في نوعين، القضايا المدنية والقضايا الجزائية. أول شيء أنا بتناول القضايا الجزائية، وأول شيء أصلاً محكمة اليوم الواحد والأمر الجزائي هي محكمة محلية واتحادية، يعني في جميع إمارات الدولة، وتعني بالقضاء وشي مثل ما قلت بتكلم عن القضايا المدنية، فهي تعنى بالقضايا المدنية التي لا تتجاوز قيمتها عن 100,000 درهم، وكذلك عن القضايا المطالبات العمالية قضايا المطالبات العمالية التي يعني تتعلق بالأجور والتي تتعلق بالرواتب بس مالية، مختصة بس بالأمور المالية. لا، هذا في الشق المدني، احنا بتكلم لك عن الشق الجزائي، بس خلينا نخلص الشق المدني. فتعنى بهذه القضايا مثل ما قلت لك، فيكون الحكم فيها في 15 يوم اللي هي في الشق المدني. نعم. اللي هي مثل ما قلت لك إذا كانت القيمة لا تتجاوز 100,000. نعم، وكذلك في الأمور العمالية إذا كانت اللي هي لا تتجاوز 200,000 درهم، فتعنى فيها في 15 يوم تصدر الأحكام، ويكون موجود في قاضي، ويعني مثل القضية العادية. أما في السابق كانت تستغرق من 3 شهور إلى 6 شهور هذه الإجراءات كلها، فيعني تعطل أصحاب الحقوق في أنهم يأخذون حقوقهم في أسرع وقت. أما الآن عندنا الحين بنتقل للشق الجزائي، ففي الشق الجزائي شو اللي صاير، اللي في يوم واحد تصدر الأحكام، فعندنا في الشق القضية وتشوفها. نعم، الحين احنا بتكلم لك بالتفصيل عن هذا الأمر. في الشق الجزائي مثل ما قلنا هناك محكمة اليوم الواحد والأمر الجزائي، فشو يصير هناك في محكمة اليوم الواحد في الشق الجزائي؟ عندنا الجنح وعندنا المخالفات. في الجنح مثلا إذا كانت قيمة الشيك تتجاوز 200,000 درهم، فدايركتلي يروح على محكمة اليوم الواحد، فيأخذون اللي هو مصدر الشيك وتحقق معاه النيابة في نفس اليوم، وتحيل القضية في نفس اليوم إلى المحكمة، ويصدر فيها حكم القاضي، يصدر فيها حكم في نفس اليوم. هذه بالنسبة للتشيكات إذا كانت قيمتها أكثر من 200,000 درهم. أما إذا كانت مثلا التشيكات أقل من 200,000 درهم، وكذلك الجنح والمخالفات، فهني شو يصير، تتحول إلى يطبق قانون الأمر الجزائي في هذه الحالة. شو هو قانون الأمر الجزائي؟ إن هني يختلف عن محكمة اليوم الواحد. لا. يصدر الحكم في نفس اليوم، ولكن يصدر النيابة العامة هي من تقوم بإصداره وليس المحكمة.
القاضي في المحكمة. القاضي أيوة. نعم. يعني تتحول للنيابة العامة. نعم تتحول في النيابة للنيابة العامة، والنيابة العامة تصدر غرامة، تكون العقوبة بس غرامة. نعم. بمجرد ما أن إذا ثبت ارتكاب، إذا ثبت الـ الـ إذا ثبت يعني ارتكاب المتهم لهذه الجريمة، فشو يصير؟ النيابة العامة تقوم بتغريمه، بحال سداده لهذه الغرامة خلاص يكون أغلق الملف. نعم فاطمة. نعم. يعني نحن عارفين أن مثلاً في أمور خارجة عن الإرادة، يعني أحياناً بتكون مثلاً إنه ماشين سليم مثلاً في إنه هاي قضية أجزموا إنه هاي قضية يوم واحد. نعم. مطابقة للشروط المواصفات، أوكي بدينا دخلنا في القضية وبعدين اكتشفنا إنه في أمر ما كان بالحسبان. هل في نوع من القضايا مثلاً استدعى الأمر إنها تلغى إنه هي قضية يوم واحد مثلاً؟ اكتشفتوا مثلاً إنه هاي لا ما اوكي في شروط منها على اليوم الواحد بس انه لا هاي تتحول لقضيه اخرى، هل في واجهتم نوع من هذا القضايا؟ والله لانه هو نظام جديد، فما في يعني الشروط جدا واضحه ومبينه، فما تحصل هذه الامور. يعني ما يستوي مثل ما انت السؤال اللي هو انه مثلا يحصل خلط فبعدين نكتشف في مرحله سابقه، لا، يا ان انت مثلا عليك قضيه عماليه قيمتها أكثر من كذا أو أقل من كذا، ما في يعني، أو مثلا أنت عليك تشيك يزيد عن هذا ولا يقل، ولا مثلا جنحة في بعض الجنح ولا في بعض المخالفات، يعني منصوص عليها واضح. فاطمة، هل في أي تغيير في النظام القضائي في دولة الإمارات؟ هل تم أي تغيير مثلا أو تعديل بعد ما طلع مثلا نظام محكمة اليوم الواحد؟ محكمة اليوم الواحد طبعا ما صار في أي تعديل، لأن هي محكمة جديدة أصدرت في عام اعتمدها 2017 وتم العمل بها في 2018، يعني من سنة فقط، فما يعني ما في. وبس إذا مثلا إذا بتقولي لي في النظام القضائي أو في القانون، نعم أنشأنا مثلا في المحاكم في سير الإجراءات، في سهلنا على المتقاضين في المحاكم مثلا بإنشاء الحكومات الذكية، كيف أن مثلا المراجع أو يعني أصحاب الحقوق كل شيء يكون عندهم أونلاين، عندهم أكسس أونلاين أن يدخلون على السيستم يشيكون على القضايا مالتهم، عندهم مثلا في تقديم الطلبات ومثلا معرفة الرد على هذه الطلبات، كل الأكسس يكون أونلاين، فهذا هو التطور اللي حصل يعني في نظام القضائي. ممتاز. كمان بحس إنه القضايا اللي بتخص الأسرة بقى فاطمة، يعني مثلا قضية محكمة الأسرة، قضية النفقة، قضية مصاريف للأطفال، القضايا دي كمان احنا محتاجين ليها برضو محكمة يوم واحد، لأنه في أطفال حرام بتتظلم في الموضوع. نعم، هذا في يكون مثلا فيها يصدر قرار من القاضي بان ننفذ بطريقه يعني سريعه، بس ان محكمه يوم واحد لا، لان هذه قضايا اسره، فلازم نحن نمحص في الاوراق ونشوف الاوراق ونشوف نسمع من الطرفين، عرفتي كيف؟ ايوه بس عارفه بيكون دايما الطرف الضعيف هو اللي انت ميلاله، لما تشوفي سيبك من الام والاب خلاص خليهم يولوا على قولكم، بس الطفل يعني الطفل هو اللي بيصعب عليكي، يعني اللي هو لا انا عايزه دلوقتي حالا يرجع لبيت امه تاخد الحضانه ياخد فلوس. او ابوه ياخد الحضانه، فبشوف انه قد ايه هتكون مفيده محكمه اليوم الواحد لتخصص زي ده. نعم ان شاء الله، اتمنى نأمل اذا في المستقبل اذا طرحوها ليش لا، نحن بنكون سعيدين، بالعكس يعني نحن هذا يسهل جدا على الـ على الـ على الناس وعلى كذلك على الاسره نفسها. صحيح. وعلى الافراد وعلى المجتمع كذلك. نعم. فاطمه، مين تعتقدي المستفيد الاكبر من اسلوب ونمط محكمه اليوم الواحد؟ يعني مين اللي ممكن انه نقول والله انه هي خدمته او خدمتنا محكمه اليوم الواحد في انها تخلص كثير من العقبات والامور اللي كنا نواجه فيها مثلا؟ نعم. يعني انا بقول يعني في وجهه نظري الزائري مثلا، حد داخل من المطار او حد خارج من المطار، هذول هم الناس المستفيدين، وكذلك المستثمرين مثلا. الحين عليك انت فجاه يتفاجأ المستثمر او مثلا الزائر او مثلا اي شخص اخر من افراد المجتمع سواء مقيم او حتى المواطن مثلا، يتفاجأ انه بيسافر مثلا، يلقى عليه انه لا انا عندي قضيه وانا طيارتي اليك يعني جريبة ولازم أنا أروح، وأنا مثلا ممكن يعرقل أمور ثانية في بزنس ثاني، فشو يصير؟ محكمة الواحد تخدم هذه الناس اللي تصدر أحكام في نفس اليوم. بعد في إمارة دبي حكموا في 230 قضية في نفس اليوم في خلال 4 ساعات فقط. ما شاء الله. نعم. يعني يمكن الطاقم نوار كثير كبير. طبعا الطاقم القائمين على هذا الموضوع خبراء، أنا بتخيل حتى قدروا ينجزوا هذا العدد الهائل
بهالوقت اللي جدا قصير. يعني شوفي احلى من انه الواحد تخلص قضيته بيوم واحد. وكذلك في محكمة أبو ظبي كذلك اللي هي المحكمة هي الإمارة الوحيدة التي طبقت محكمة طبقت العمل بمحكمة اليوم الواحد بالنسبة للقضايا العمالية اللي هي إمارة أبو ظبي. حكموا لصالح 2700 عامل في نفس اليوم يعملون في نفس الشركة، وكانت إجمالي المستحقات 36 مليون درهم ما شاء الله. طب أنا عندي بس سؤال ليك، حابة أخذ رأيك فيه بما أنك محامية. في ناس كتير جدا يا فاطمة بتضيع حقوقهم بسبب عدم علمهم بالقانون أو الثقافة القانونية، بالذات اللي هي بتختلف من دولة إلى دولة. قد ايه مهم سواء مواطنين سواء وافدين سواء whatever أي حد بيدخل دولة جديدة، قد ايه مهم إنه لازم يكون ملم بالقانون الدولة عشان لو حصل معه أي موقف يعرف يتصرف. نحن دورنا كمحامين طبعا ان نحن نوعي الناس ان لا تخافون انكم انتم تلجؤون للقضاء، سواء في ترى في ناس بعد من افراد المجتمع لا انا ما ابغي ما بحصل حقي في النهايه، ما بحصل حقي عيب نخش المحكمه او عيب ندخل المحكمه او مثلا الاجراءات تاخذ وقت طويل. فنحن كدورنا كمحامين نقول لا بالعكس، انتم تيون وتاخذون حقوقكم ونحن نساعدكم في انكم انتم تاخذون حقوقكم. حتى مثلا تعمل لي بس وكاله وخلاص وانت ببيتك، ما له داعي ان انت تيجي. انا بخلص أنا كل الامور لك يعني، وبخلصها لك وفي غضون ساعات يعني. طب فاطمه لو نفترض انه مثلا صدر حكم لكن الشخص اللي اصدر الحكم ضده حاسس انه مثلا انه هذا الشيء مثلا غير صحيح او مثلا غير عادل، هو بنظره حاسس انه هذا الاجراء مو صحيح، هل بيتم استئناف القضيه او العمل عليها مره اخرى؟ نعم اكيد طبعا يصير. احنا عندنا في تظلمات، في استئنافات، التقاضي على ثلاث درجات اللي هي على ثلاث درجات اللي هي المحكمه الابتدائيه والمحكمه الاستئنافيه وكذلك محكمه التمييز، يعني ثلاث فرص عندنا يعني. صراحة فاطمة شكرا كثير لك، كثير استفدنا من هاي المعلومات واستمتعنا. نتمنى لك كل التوفيق انت كمان بطريقك ومشوارك، وان شاء الله ما بنروح على المحكمة اليوم ان شاء الله. يعني بنيجي بنزورك اكيد، بس ما ان شاء الله ما يكون عندنا اذا تجينا شيء ولا كذا في يوم واحد راح نجيك يا فاطمة. لا ان شاء الله لازم نشرب قهوه. يلا نطلع بريك ونرجع. يلا ساعدكم.